وانا واجهت يعني السؤال هذا، انه احنا في العائله عندنا ما شاء الله عندنا احد مثلا الاخوان ياكل بس ما يسوى، احنا ناكل لقمتين نسمن. شوف انا اعتقد هي في طبيعه تكوين جسم الانسان، لابد ان احنا نعرف انه اجسامنا مختلفه، ممكن تجد توأم واجسامهم في قابليتهم في الامراض، في زيادات الوزن، في كل حاجه تحملهم للالم مختلف تماما. فانا اتوقع بنسبه كبيره انه سبب عدم زيادته هي، بعضهم يقول لك يعني اكيد عنده نسبه زياده الديدان في البطن أي كثيره، هذا دائما نسمع الكلمه دي فالديدان تتغذى على الاكل، هذا غير صحيح. لكن هي اعتقد بنسبه طبيعه جسمه مختلفه وغير قابله للسمنه، كميات الدهون اللي عنده غير قابله للتمدد وزياده الوزن اللي يكون موجود عنده، قد يكون تقريبا لا قد يكون اللي هو الجرامات اللي تزيد تقريبا 2 كيلو الى 4 كيلو 5 كيلو بس ما تصل الى مرحله السمنه، وهذه تعود بنسبه كبيره الى طبيعه جسم الانسان، مش طبيعه مش الوراثه اللي تكون في محيط العائله. لانه حتلقى في العائله شخص، وهذا دائما تشوفه شخص ما يسمن، ما ياكل ما يسمن بالضبط، البقيه لا كلهم يسمنون، فهنا الوراثه ما لها علاقه او انه عشان يعني جاي من الاب ولا من الام، هي بطبيعه تكوين جسم الانسان.